اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها لمناقشه وضع الاطفال في اليمن تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضه تجنيد الاطفال. طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن مجددا بإنهاء ومنع إشراك الأطفال في النزاع المسلح، وشددت البعثة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال على أهمية إبقاء الأطفال آمنين من الحرب، معتبرة الزج بهم في الصراع انتهاكا لقانون حقوق الإنسان. ولفتت البعثة إلى أن أحكام حماية الطفل جزء أساسي من عملية السلام الجارية. من جهته قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن عدد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيا الحوثي يزيد على 30,000 طفل، ودعا إلى مراجعة آليات الرصد الخاصة بالانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية بعيدة عن الواقع. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف هو وضع الأطفال اليوم؟ وما هي السبل الممكنة لحماية الأطفال من استغلالهم من قبل الميليشيات المسلحة؟ قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. ملايين الأطفال في اليمن فقدوا كل حقوقهم الأساسية في الحياة، لا تعليم ولا صحة ولا شيء من فرص العيش المتاحة لغيرهم من الأطفال في بلدان غير اليمن. الآلاف وجدوا أنفسهم مجندين في معركة ليست معركتهم، أضحوا بضاعة رائجة للميليشيا تقودهم إلى الجبهات وهدفاً لطائرات التحالف التي اغتالت حياة العديد منهم. وإزاء ذلك جددت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن مطالباتها بإنهاء ومنع إشراك الأطفال في النزاع المسلح، وشددت البعثة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال على أهمية إبقاء الأطفال آمنين من الحرب، معتبرة الزج بهم في الصراع انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان. ولفتت البعثة إلى أن أحكام حماية الطفل جزء أساسي من عملية السلام الجارية. من جهته قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إن عدد الأطفال المجندين في صفوف ميليشيا الحوثي يزيد عن 30,000 طفل، داعياً إلى مراجعة آليات الرصد الخاصة بالانتهاكات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ومؤكداً أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية بعيدة عن الواقع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفتنا من ألمانيا تنضم إلينا الناشطة الحقوقية وردة بن سميط. مرحبا بك وردة. حياك الله حبيبتي أمل. وردة، اليوم يصادف اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، وربما اليمن هي اليوم تشهد أعلى نسبة لتجنيد الأطفال والانتهاكات في حق الأطفال والطفولة في اليمن. في هذا اليوم كيف يمكن أن تقيمي وضع الأطفال والطفولة في اليمن؟ في البداية أنا أشكر قناة بلقيس على هذه اللفتة الحقوقية لهذا الموضوع المهم والشائك والذي يكاد يقضي على الطفولة باليمن. موضوع التقرير الذي أكد أنه 30,000 مجند من الأطفال ضمن قوات الحوثي، هذا ما هو مسجل على الأوراق، هذا الذي تم قصده أو تم التعامل معه، لكن حقيقة الواقع هو أكبر من ذلك بكثير، وهذا شيء مؤسف لأن كل المحصلة في اليمن تؤكد أن اليمن أصبحت ساحة للحروب، والأطفال لا يجدوا أي ملجأ لهم سوى أنهم يدخلوا في الحرب رغما عنهم. نعم وردة، بعثة الأمم المتحدة تطالب الجهات الرسمية داخل اليمن بالكف عن الزج بالأطفال بالحروب وتطالب بحمايتهم، بينما هؤلاء الجهات التي تطالب منهم بعثة الاتحاد الأوروبي بحمايتهم هم الأطراف المتهمين بتجنيد هؤلاء الأطفال، كيف يمكن التعامل في هذه الحالة؟ طبعا بعثة الأمم المتحدة لا تستطيع قول غير ذلك الكلام. هذا الحديث هو الذي تستطيع قوله باستمرار منذ بداية الحرب.
الإحصائيات منذ بداية الحرب في تزايد في ارتفاع حصيلة تجنيد الأطفال سواء كان من الحوثي أو من جهات أخرى. لكن الأمم المتحدة لم تقدم شيء للمجتمع المدني ليقدم أفضل في آليات الرصد أو لمنع الجهات من تجنيد الأطفال. موضوع تجنيد الأطفال يحتاج الكثير من الجهود من الأمم المتحدة، يبدأ من دعم وبناء قدرات المنظمات المجتمع المدني التي ممكن تقدم إحصائيات دقيقة وصحيحة عن تجنيد الأطفال، كيفية دعم الأطفال هؤلاء وتقديم لهم المساعدات الحقيقية على أرض الواقع. إنما الأمم المتحدة وضعتها مستمرة في تقديم الإحصائيات وتقديم بس يعني بعيدة عن عمل حقيقي من تقديم مساعدات على أرض الواقع. فدائما الأمم المتحدة تشكك في الإحصائيات المقدمة ولكن لا تقدم شيء حقيقي ملموس للمجتمع المدني، خصوصا في ظل غياب الحكومة في الشمال وفي الجنوب. نعم، إذا سيدة وردة تكرمي بالبقاء معي واسمحي لي أن أشرك معنا بهذا الحديث الدكتور في القانون الدولي السيد عمار البخيتي الذي ينضم إلينا من مأرب. مرحبا بك دكتور عمار. إذا وردة تتحدث أن تصريحات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مجرد لا تتعدى مجرد التصريحات بهذه المناسبات السنوية، أنت كيف تقيم الدور الدولي وأيضا المؤسسات والمنظمات في هذا الجانب؟ طبعا بالنسبة أنا أتكلم من ناحية القانون، من ناحية نعم. القانون الدولي طبعا القانون الدولي بدأ بالاهتمام بمنع تجنيد الأطفال أو الحد من تجنيد الأطفال منذ اتفاقيات جنيف الأربعة وبالذات الاتفاقية الرابعة في حماية المدني، لكن لم يذكرها بالتفصيل يعني كفئة محمية بالذات. ولكن بعد ذلك في البروتوكول الإضافي الأول في أحد المواد في الفقرة الثالثة ذكر من منع وحظر تجنيد الأطفال، أيضا في البروتوكول الإضافي الثاني، كذلك في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 أيضا معانا في الاتفاقية التي تبنتها منظمة العمل الدولية الاتفاقية أو القرار 182 يتكلم عن حظر ومنع تجنيد الأطفال. أيضا في البروتوكول الاختياري الذي عام 2000 تكلم عن منع وحظر تجنيد الأطفال. كذلك في القانون اليمني القانون رقم 45 لعام 2002 في الفقرة 149 تكلم عن حظر تجنيد الأطفال. نعم، إذا سيد عمار ابقى معي لأعود إلى سيدة وردة. إذا سيدة وردة بهذه المناسبة وكون لديك مبادرة ومؤسسة تعمل في هذا الإطار، إطار تجنيد الأطفال وخاصة أولئك الأطفال العائدين من جبهات القتال وتأهيلهم نفسيا، هل هنالك برامج، هل هنالك أي فعاليات يمكن أن تقوموا بها، وكيف هي نسبة الاستجابة من قبل هؤلاء الأطفال؟ نعم، في البداية بس حابة أنوه على أن القانون اليمني أشار على تجنيد الأطفال ولكن لم يتطرق إلى آليات الحماية للأطفال هؤلاء من تجنيدهم. يعني هناك جريمة، نعم هو مجرم، ولكن لا توجد أي آليات للحماية أو حتى عقوبة رادعة حتى للأهالي أو للجهات التي تزج بالأطفال في ساحات الحروب. وأيضا إن وجدت الآليات، لا توجد المؤسسات والجهات التي يمكن أن تطبق هذه القوانين والآليات. لا ننسى أننا بمرحلة حرب وفي ظل غياب دولة ومؤسساتها، من سيطبق حتى إن وجدت الآليات، من سيقوم بتطبيق ذلك؟ حتى الحكومة الشرعية التي تمثل الدولة ومؤسساتها هي أيضا متهمة بتجنيد الأطفال. بالضبط، من هنا بدأت مبادرة إغاثة سجين في 2015 في بداية حرب
وأثناء نزول عدد كبير من الأطفال الذي نزلوا إلى عدد مشوشين الفكر والعقل والعقيدة بمساعدتهم وتقديم لهم الدعم النفسي والاجتماعي وبناء قدراتهم وإعادتهم إلى أسرهم. وهذا لا يكفي في خلال 4 أشهر فقط العمل بهذه الطريقة، وإنما الموضوع محتاج عمل أكبر من ذلك. فعلى المجتمع المدني أن يتحرك بقوة من توعية الأهالي وتقديم النصح والمساعدة للأطفال. طبعا أنت عارفة الوضع كيف حساس في اليمن، فاليمن ساحة كبيرة للحرب، فممكن أن أقول بعض الأشياء لا تتوفر ولا تتواجد في اليمن، قد تكون من باب الترفيه أو من باب الضحك على العالم بأنه هذا كيف بيكون موجود في اليمن، ولكن هذا اللي المفروض يكون موجود في اليمن وفي أي مكان. إذا ما قدرتش الدولة أن توفر هذه الأشياء يجب أن تكون هناك آليات أخرى، أكيد في حلول أخرى. من هذه الحلول إنه المجتمع المدني اللي إحنا نعول عليه دائما في الحروب، في لبنان أثناء الحرب لم تكن هناك دولة، لكن في مجتمع مدني احنا دائما نشير بأصابعنا وبكل قوتنا للمجتمع المدني الذي هو يتحرك بقوة الحكومة وبقوة إرادته في إعادة صياغة الوضع من جديد في ظل غياب أي حكومة شاءت. هنا نبدأ نتحدث عن أن موضوع تجنيد الأطفال وإلغاءه تماما هو إرادة سياسية وإرادة مجتمعية. احنا في حالة انهيار للوضع الحقوقي للأطفال وللإنسان بشكل عام، لكن على المجتمع المدني بمساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العظمى التي تتكلم وتشرع وتحقق وتعمل توصيات وتعمل رصد أن تساعد هذا المجتمع المدني. انت عارفة ان المجتمع المدني الموجود حاليا في اليمن والذي يعمل وبقوة ولكن دون جدوى، سبب هذا الذي حنتكلم انه دون جدوى لانه يغيب البناء المؤسسي حقيقي، يجب ان يساعدوهم بالدعم المادي والدعم المعنوي وتقديم لهم البناء القدراتي الذي يؤهلهم للعمل والقيام بدورهم الحقيقي. صحيح، وايضا هذه اهم توصية، وأيضا يعمل ببيئة خطرة وصعبة بالإضافة إلى غياب الدعم. إذا سيدة وردة بسميط الناشطة الحقوقية كنت معنا من ألمانيا، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إليك سيدة دكتور عمار البخيتي. دكتور عمار، وفق القانون الدولي الذي وضحت لنا جزئيته في السؤال الأول وحديثك، وفق هذا القانون ألا يفترض بهذه الجهات الدولية وهذا القانون الدولي أن يفرض عقوبات على الجهات المخترقة لهذا القانون في اليمن والجهات المتهمة بتجنيد الأطفال وانتهاك حقوق الأطفال في اليمن؟ طبعا هو يجب أن كمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن التي قراراتها تكون لازمة ومنفذة للدول الأعضاء أو يعني بالرفع الى المحكمة الجنايات الدولية في معاقبة الهيئات او الاشخاص الذين يقومون بتجنيد الاطفال وتجنيدهم في المعارك المسلحة، لانها تعتبر من جرائم من الانتهاكات، يعني مخالفة لاتفاقية جنيف الاربعة كما ذكرنا، مخالفة كذلك للبروتوكولين الاضافيين لاتفاقية جنيف، مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، مخالفة للبروتوكول الاختياري. فيجب أن يكون هناك جدية للأسف لا يوجد جدية من المنظمة الدولية في هذا الشيء. أيضا كذلك يجب على السلطات الحاكمة من السلطات الشرعية أن تضع حد لهذا الشيء. بالنسبة أنا أريد توضيح شيء، بالنسبة مثلا في المرابط المحررة عندما يحصل تجنيد أطفال يحصل ليس بطريقه ممنهجه مثل ما هو موجود في مناطق سيطره الحوثيين، في مناطق سيطره الحوثيين بطريقه ممنهجه، اما في مناطق سيطره الشرعيه فهي لاسباب يعني لاسباب اجتماعيه، لاسباب سياسيه، لاسباب يعني من باب الفساد يعني لتكبير حجم القوى من هذا القبيل. فبالتالي يعني الرقابه تكون من المنظمه الدوليه على جميع الاطراف، كذلك من الحكومة المعترف بها الشرعية يجب أن تضع حد لهذا الشيء. أيضا فعلا بالنسبة على ما ذكرت الأخت
انه يعني القانون اليمني ذكر، لكن لم تحدد العقوبه، يعني لم تحدد العقوبه التي الشخص او الهيئات الذين يخالفون هذا القانون. نعم، إذا دكتور عمار ابقى معي واسمح لي لأن أشارك معنا بهذا الحديث الناشط الحقوقي علي عصراري الذي ينضم إلينا من تعز. مرحبا بك دكتور علي. سيد علي، بعيدا عن موضوع تجنيد الأطفال، هنالك أنواع وأشكال أخرى أيضا من الانتهاكات التي تنال الأطفال والطفولة في اليمن، ربما يتم التركيز على جانب التجنيد ولكن ويتم إغفال بقية الانتهاكات. ما هي هذه الانتهاكات؟ حدثنا عن أنواع وأشكال الانتهاكات الأخرى التي تنال الأطفال في اليمن في ظل الوضع الحاضر. أسعد الله بالخير مساءكم والسادة الضيوف والمشاهدين، وشكرا لقناة بلقيس على هذه المساندة الإعلامية للأطفال الضحايا في كافة ربوع اليمن. على العموم صحيح السؤال كان جيدا بسبب أن النتائج المترتبة على تجنيد الأطفال كالتالي: يترتب على تجنيد الأطفال العنف الجنسي، يترتب على تجنيد الأطفال كذلك العمالة، يعني القتل تعريضه للقاتل، تعريضه للوفاة، تعريضه للإصابة والتشوه، كذلك زراعة ثقافة الكراهية والحقد ضد الآخرين بقيام تلك الثورات الحيثية السلالية التي اعتمدت عليها جماعة الحوثي الميليشاوية. يعني تجنيد الأطفال هو من الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات أصبح بالإكراه في اليمن، وما يترتب عليه من عنف جنسي، وما يترتب عليه من واختلاف ثقافتهم بثقافة السلاح وثقافة الدماء، ويعني إضاعة الجيل اليمن الذي ستبنى عليه اليمن، سيترتب على المدى البعيد والقريب خطر على اليمن، وهو بتشكيل هذه الفئة كقنبلة مؤقتة وك يعني كارثة إضافية لليمن. يعني عندما يتجند الأطفال ماذا ننتظر منهم؟ ماذا ننتظر من أولئك الذين شاهدوا دماء زملائهم بدورهم وبصفة زملائهم؟ ماذا ننتظر من هؤلاء الأطفال الذين ذهبوا إلى الصف الأولى في الجبهات؟ نعم سيد علي، المشكلة تكمن سيدتي، المشكلة تكمن في ماذا قدمنا لهؤلاء الأطفال؟ ماذا قدمت وزارة حقوق الإنسان؟ ماذا قدمت الجهات المعنية بالطفولة والمنظمات المعنية بالطفولة؟ لماذا لا تقوم الدولة بتشكيل فريق قانوني يقوم بمتابعة ملف التجنيد والعنف ضد الأطفال، سواء العنف الجنسي أو أي جريمة أو انتهاك ضد الأطفال، ومتابعة ذلك الملف أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم أمام المحاكم واعتبارهم مجرمين حرب بحق الطفولة وبحق اليمن وبحق ثقافة الطفل. نعم سيد علي، لا أعلم عن أي دولة تتحدث، لا يوجد دولة في اليمن والشرعية التي من المفترض أن تمثل الدولة هي أحد الأطراف المتهمة بتجنيد الأطفال والانتهاكات بحق الأطفال. سأعود إليك سيد علي، عودة أخيرة إليك سيد دكتور عمار. في ظل غياب الدولة ومؤسساتها والوضع الحقوقي المنهار في اليمن، كيف يمكن توفير ولو الحد الأدنى من لحماية الأطفال؟ أولا حاليا في الوقت الحالي هناك يعني بعض المنظمات المحلية يعني هنا في محافظة مارب في بعض المحافظات سعت إلى التوعية بهذا الشيء، سواء بإقامة ندوات أو منشورات أو ورش عمل، وكذلك بزيارة مسؤول في وزارة الدفاع والداخلية. لأقل شيء المفروض هو حظر في تجنيد الأطفال، لكن
اقل شيء الحد من تجنيد الاطفال. نعم. فمنظمات المجتمع الدولي المحلي او المدني يكون على عاتقها دور كبير ايضا في ظل الحرب، في ظل يجب ان نوضح شيء، يجب ان يعني في الانتهاكات التي تحصل ما بين يعني في حق تجنيد الاطفال يجب ان لا نقارن مثلا ما بيحصل مع شرعين مثل ما يحصل على الحرمين. انا كما قلت تجنيد الاطفال بيكون بطريقه منهجه في مناطق سيطره الحوثيين، اما في المناطق الشرعيه فهي لاسباب فساد، هي لاسباب فساد يجب مراقبه هذا الشيء، لكن اين دور المنظمه الامم المتحده من هذا الشيء؟ والمفروض اكثر شيء تصدر قرارات دوليه في هذا الخصوص، وكذلك يعني من يتم تطبيق ميثاق الامم المتحده. فبالتالي أو يعني في الوقت الراهن يعني دور المنظمات المجتمع المدني في هذا الشيء، ايضا دور المنظمه الدوليه الامم المتحده بقياده مجلس الامن يجب ان يكون لها دور فعال، ولو ان النظره لها يعني تنظر من الناحيه السياسيه وليس من الناحيه الانسانيه للاسف الشديد. ايضا تفعيل دور القضاء في المناطق التي ممكن ان ترفع، يعني مثلا في القضاء الوطني يعني مثلا ممكن ان يعني اذا ما فيش استجابه توثق هذه الاشياء وترفع الى القضاء، اقل شيء يكون هناك ضغط ما على هذه الاطراف حتى يعني تحد من تجنيد الاطفال. نعم. إذا الدكتور في القانون الدولي عمار البخيتي كنت معنا من مأرب، أشكرك جزيل الشكر. عودة أخيرة إليك سيد علي أسراري المحامي، ما الذي يمكن فعله لضمان ألا يفلت هؤلاء الأطراف المتهمين بالانتهاكات بحق الطفولة والأطفال في اليمن من العقاب مستقبلا؟ كيف يمكن حفظ حقوق هؤلاء؟ اولا على المعنيين بالطفوله، ولا اتحدث عن الجانب الرسمي، وكل من تورط في تجنيد الاطفال او تعريضهم للخطر او استخدامهم لدروع بشريه يجب ان يحاكم من اي طرفين كان. على الجميع ان يوثق ويرصد الانتهاكات التي تقع على الاطفال في اي منطقه وفي ومن اي جماعه ومن اي جهه. يعني القانون لن يستثني احد، يعني على اساس اننا سنضمن محاكمه ومعاقبه مرتكبي تلك الانتهاكات يجب رصد وتوثيق تلك الانتهاكات وتجميع القرارات والتقارير الطبيه والمناشدات. علينا الحصول على مناشدات من الاسر، اسر الضحايا، اسر الاطفال. هناك رفض تام من قبل يعني الأسر التي تقع في مناطق الحوثي في تجنيد أطفالهم. هناك من تعرضوا للقتل بسبب امتناعهم عن تجنيد الأطفال وتعرضوا للقتل من قبل هذه الجماعة، جماعة الحوثي. كذلك الرصد والتوثيق هو سيضمن يعني رصد تلك الجريمة وتوثيقها بالصوت بالصورة بمقاطع الفيديو بالتقارير الطبية بالتحرك قضائيا، التحرك عبر منظمات معنية كما قلت سابقا، تشكيل الفريق القانوني وليس يعني بالضبط تشكيله من قبل الدولة أو الحكومة، لكن تشكيله من قبل المهتمين، من قبل نقابة المحامين، من قبل منظمات معنية بالطفولة. وهذا الفريق يقوم بتجميع تلك الوثائق والضحايا وأخذ واللقاء بأسر الضحايا بطريقة أو بأخرى وحفظ تلك الملفات، فهي تلك الجرائم لا تسقط بالتقاتل كونها من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، تعريض الأطفال للخطأ وللقتل ومنعهم من أدنى حقوقهم في التعليم وفي الحياة السليمة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلك جرائم حرب تتعارض مع الأخلاق والعرف والقوانين والمعاهدات. يجب أن يقدموا أولئك من تأمروا على الطفولة في اليمن إلى المحاكمة وإلى تنفيذ العقوبة بحقهم، فهم يتآمرون على اليمن بأكمله وعلى التعليم وعلى الثقافة الوطنية والهوية اليمنية. هناك دورات طائفية مقيتة تستهدف الأطفال وتزرع ثقافة الكراهية ضد إخوانهم من بقية المناطق. هذا الأمر ليس سهل، الأمر خطير جدا، يجب التحرك ويجب إعلان حالة طوارئ من قبل جميع المعنيين، وإلا فالجميع متهم.
نعم، إذا المحامي والناشط الحقوقي علي أسراري كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن نشكر ضيوفي، كان معي من ألمانيا الناشطة الحقوقية وردة بن سميط، وكان معي من مأرب الدكتور في القانون الدولي عمار البخيتي، وكان معي من تعز الصحفي والناشط الحقوقي علي أسراري. والشكر هو موصول لكم على حسن المتابعة، والشكر هو لزميلي معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كنوا في أمان الله، إلى اللقاء.